قامت شركة كهرباء أمازون ممثلة في محافظة جنوب الشرقية بعقد عدة اجتماعات تحضيرية لهذه الحالة التي تؤثر على المحافظة. خلال هذه الأيام كانت جميع فرق الطوارئ والصيانة على استعداد تام لهذه الحالة. قمنا بفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق المتأثرة والتي تشكل خطورة على المشتركين. كذلك يقوم فرق الطوارئ بالإضافة إلى فرق الصيانة بعمل دوريات أو زيارات دورية على بعض الأصول، أصول الشبكة، للتأكد من ضمان عدم تأثر المشتركين وعدم وجود أي خطورة في الشبكة. خلال الفترة الماضية قد تأثرت بعض المناطق عندنا في رأس الحد، وتم فصل التيار الكهربائي احترازياً، وبالإضافة إلى بعض المناطق في أصيلة والمناطق الساحلية. كذلك قام فريق توعية بالشركة بإرسال عدة رسائل توجيهية وتحذيرية للمشتركين ومن الابتعاد عن التيار الكهربائي. سيكون فريق التشغيل بالإضافة إلى فريق الصيانة على استعداد تام لإرجاع التيار الكهربائي في حالة حدوث أي انقطاع كهربائي في الشبكة الكهربائية. كذلك نريد أن ننوه على جميع المشتركين والمقيمين في حالة وجود أي خطورة في الشبكة الكهربائية التواصل مع رقم التواصل بالشركة وإبلاغها لفصل التيار الكهربائي.